أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج اسأل مع ميرا. وسعداء طبعا جدا النهاردة أول جمعة من كل شهر، وزي ما عودنا حضراتكم إن معانا السوشيال وركر، أحسن حد بيقدر يساعدنا في كل المساعدات والمعونات اللي بتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ سليم إبراهيم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا ست ميرا، أهلا وسهلا، سعيد بلقائك مرة تانية. شكرا وسهلا. شكرا، وإحنا كمان سعداء بحضرتك يا فندم. يعني كنت لسه بفكر قبل الحلقة على طول قد إيه السادة المشاهدين محظوظين أكتر من ناس كتير وأكتر مننا. إحنا أول ما جينا ما كناش عارفين لسه أستاذ سليم، دلوقتي كل الناس اللي بتيجي يا جماعة جديد واللي لسه هتيجي واللي جت من كذا سنة محظوظين جدا جدا إن أستاذ سليم موجود وبيقدر يساعدهم ويقول لهم بالظبط يعملوا ايه. فاحنا بنشكر سعادتك جدا جدا يا فندم. ثانك يو اميره، تعيشي، ربنا يخليك، ده من ذوقك بس يعني. شكرا. استاذ سليم دايما بتفاجئني قبل الحلقه بتقول لي في خبر حلو. ايوه صحيح، في في خبر حلو. طيب قول لنا الخبر. احنا سبق وقلنا قبل كده ان يعني اكبر حاجه مهمه للناس هنا هي السكن يعني. اكيد. وتلاحظ ان انا كل مره كنت بقول ايه يا جماعه، قدموا على السكن المدعم، قدموا على السكن المدعم اللي هو اسمه افوردبل رنت. فناس كتير قوي ما كانش مش عارفين يعني ايه افوردبل رنت ويقدموا ازاي ويروحوا فين والكلام ده كله. الافوردبل رنت بيتقدم في السيتي هول بتاع البلد اللي انا ساكن فيها او ان انا بشتغل فيها. زي ما قلت مثلا لو انا ساكن في سانتا انا ممكن أقدم على البرنامج اللي اسمه أفوردبل رنت في سانتا أنا. لو أنا بشتغل في سانتا أنا ممكن جدا أقدم على نفس البرنامج في سانتا أنا. النهاردة على وجه الخصوص أنا ذكرت سانتا أنا وأنا بتكلم، ما قلتش أنا هاي، ما قلتش حتة تاني. الخبر الحلو في سانتا أنا إن الناس اللي قدمت على أفوردبل رنت من 2015 وما قبل كده بيبعتوا لهم دلوقتي ويقولوا لهم تعالوا عشان خاطر تاخدوا السكن اللي انتم مقدمين عليه. السكن اللي هم يعني انا شفت البامفلت اللي جايه كلها عباره عن ايه البيانات المطلوبه، ايه الشروط، ايه المستندات اللي مطلوبه، الحاجات كلها. فكلها يعني زي ما انا بقول ان هم 2015 وما قبل ذلك. ففي ناس كتير كانت قدمت للبرنامج 2015 بس عزلوا بعد ما قدموا في 2015 عزلوا. فالبرنامج او الهاوسينج لقى ان مساله ان الناس يتنهم مرتبطين بالسكن لغاية لما يجي لهم الدور لقوا ان هي عملية صعبة كتير جدا وغالبا ما بتتحققش، وكتير ناس بيخسروا الدور بتاعهم بسبب كده. ايوه التليفون بتاعك خده معاك بقى، كل مرة يحصل مشكلة بسبب التليفون وعاملينه سايلنت يعني. معلش معلش، قلت لنا ده سايلنت، مش مهم مش مهم. موسيقى حلوة مفيش مشكلة. فالمهم هو ان السانتا أنا سيتي أو الهاوسينج بتاع سانتا أنا قال كفاية بس إن يبقى الشخص ساعة مقدم كان ساكن في سانتا أنا. يعني دي حاجة خففت المشكلة خالص. هو ممكن ياخدها بره خالص؟ خلص يعني. أخدها بره. طيب أوكي. خففوا المشكلة وقالوا إن أنت مش شرط إنك أنت تبقى مقيم طول الوقت في سانتا أنا. أيوة. يعني أنت if you apply في 2015 مثلا وكنت موجود في سانتا أنا وعزلت بعد كده. يا سلام، حلو قوي. كل اللي احنا عايزينه منك إنك أنت بس تثبت لنا إنك أنت وقت التقديم ده كنت موجود في سانتا أنا بس. فدي يعني غيرت كتير جدا جدا من او شالت كتير جدا من الصعوبات اللي كانت موجوده عند الناس اللي بيقدموا. وبقى دلوقتي مش شرط ان الشخص يبقى مستمر يعني. طيب دول الناس الشاطرين اللي قدموا، والناس بقى اللي لسه ما قدموش هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ ما هم مش شاطرين. مش شاطرين. طب هل في ما بيسمعوش الكلام يعني. هل ممكن حد يقدم دلوقتي؟ بيقدم كل وقت. سانتا أنا كل وقت، لأن هانتون بيتش كل السيتيز في كل وقت. حتى هانتون بيتش في كل حتة. هي الفكرة وما فيها هو إيه، إن إمتى يجي عليك الدور.
انت وحظك يس. انت وحظك. فهم دلوقتي راحوا في سانتا انا قالوا ايه كل الناس اللي مقدمين 2015 وقبلها مش وبعدها تعالوا. زي ما انا قلت لك يعني كانت البامفلت بيدوا للشخص بامفلت مجموعه كبيره جدا عشان خاطر يحط كل الانفورميشن بتاعته هو واسرته والناس اللي هيسكنوا ودخلهم ازاي والحاجه يعني اللي بيعملوا ابديت لكل البيانات بتاعته. بس فالطريف بقى في الموضوع ان هم دلوقتي لما عملوا كده وقالوا ان اتشنف انك انت تقدم تكون قدمت وانت في سانتا انا. طيب افرض ان انا بقى ايه يعني قدمت وانا في سانتا انا وبعد كده عزلت ومش كل اللي عايزينه لازم يجيب بروف انك انت كنت موجود في كده. البروف عباره عن ايه؟ يا اما كان عقد الايجار بتاعه موجود يا اما كان عنده جوابات بتجيله من السوشيال سيكيورتي عايزين دوكيمنت تثبت الكلام ده. بس فده يعني برضو ايه حاجه خبر كويس جدا. خبر حلو لما احنا مبروك. يعني بنقول للناس يا ناس قدموا على ال هرجع سنة صغيرة في الموضوع. السكن المدعم ده هو تلت أنواع. في نوع منهم تحت إشراف السكشن 8، ما هو يعني برنامج طالع من السكشن 8 تحت إشرافه. اللي تحت الإشراف السكشن 8 ده اللي هو اسمه HUD اللي اسمه HUD بيقولوا عليه. السكشن 8 الميزه بتاعته لما بيطبق برنامج بيطبق النظريه بتاعه 30% ان هي ان الشخص او الهاوس هولد بيدفعوا 30% من دخلهم زيهم زي السكشن 8. ما احنا عارفين ان السكشن 8 بتدفعي 30% من دخلك مقابل السكن. من دخل مين؟ من دخل الهاوس هولد كله، الناس اللي موجودين جوه الهاوس هولد، يعني راجل والست بتاعته وولاده بيشتغلوا او حاجه كده، كل الهاوس هولد بيدفعوا 30% من دخلهم مقابل اللي هم الايجار. دايما الناس اللي هم دخلهم قليل بتبقى الناس دول بيكونوا اكثر يعني مش محظوظين، يعني بتبقى يعني ايه الحكومه بتدفع لهم مبالغ كبيره. ممتاز. البرنامج ده الوحيد اللي هو تحت اشراف سيكشن 8 اللي اسمه هاد، هو وسيكشن 8 الاثنين مع بعض. الحاجات التانية اللي هو بقى في حاجات بتاعت سينيور، في حاجات بتاعت فاميلي، ما بتبقاش 30% بتبقى اسمها ايفالويشن، يعني ايه يعني بيوزنوا ما بين دخل الشخص والسكن اللي هياخده. فيعني البرنامج ده بتاع ده هو مش شرط تدفعي 30% من الشقه، لا دخل هم عاملين مثلا الدخل لو شخص بيعمل 20,000 في السنه مثلا او يعني بمعدل 2000 دولار كل شهر يقدر يسكن بحوالي 800 دولار. اللي بيعمل 2000 دولار في الشهر يقدر يسكن ب 800 دولار، طب اشمعنى 800 دولار؟ قالوا 2.5 من الانكم بتاعه يستنى له، يعني مثلا لو ب 800 ويبقى 800 و800 و400 كمان يبقى 2000، الشخص اللي عنده 2000 دولار في الشهر بياخد شقه في حدود 800 دولار في الشهر. طيب فدي ال يعني بقول ما تغلبوش، يعني روح دور هتتعب شويه انك انت تدور على الويب سايت هيكون منين كده. بمناسبه الكلام الهاوسنج بتاع سانتا انا موجود في شارع اسمه المكتب اسمه سيفيك سنتر بلازا. السيفيك سنتر بلازا سيفن سنتر بلازا ده المجمع اللي فيه كل المصالح الحكوميه، في المحاكم، في مش عارف ايه، في كل المجمع ده. السيفيك سنتر بلازا ده شارع موجود في سانتا انا، في السنتر بتاع سانتا انا على شارع اسمه فلاور مع سيفيك سنتر. فالناس اللي هي جالها الدور او حاجه زي كده لو عايزين يتصلوا يسالوا يعني نعمل بروسيسنج الورق ازاي، يعني احنا على اتم استعداد للاجابه. طيب ممتاز جدا. طيب حضرتك كلمت على بروسيسنج للورق اللي هو جالهم اوريدي صح؟ اه اه
طيب ودي هي حاجة صعبة يا فندم؟ لا ولا صعبة ولا حاجة، هي كل ايه الاستعدادات اللي ممكن كل واحد دلوقتي جاله السكشن 8 او الاتش يو دي يقدر يحضرها علشان يضمن ان هو يتقبل وما يحصلش اي مشكلة والورق يتلغى؟ هو 7-8-10 حاجات. ايوه بس بتحس ان هم كلهم طبيعيين. ايوه يعني مثلا كشف حسابات البنك بتاع كل فرد موجود في البيت. في نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، انك انت لو فرضنا الدخل بتاع البيت، الدخل بتاع الهاوس هولد كبير لدرجة ان هو يبقى خرج عن حدود الليمت اللي هم عاملينه، الشخص ما بيبقاش كواليفاي. يعني مثلا في السكشن 8 الثلاث اشخاص او الاربع اشخاص بيعملوا لهم دخل حوالي 54,000 في السنة. طب الناس اللي بيعملوا مثلا 60,000 70,000 ما ينفعش ياخدوا السكشن 8، لكن ينفع ياخدوا المدعم. المدعم، لان المدعم له حد ادنى والحد الاقصى بتاعه كبير جدا فعلا. بتاع البيوت اللي هي الافوردبل رينت. اللي ما بينفعش في السكشن 8 بينفع في الافوردبل رينت، لان السكشن 8 عاملين الانكم ليميت للإنكم. يعني الناس زي ما أنا قلت لك اللي بيعملوا 54,000 أو 55,000 في السنة، أسرة من 3 أفراد أو حاجة زي كده، ما بيبقوش كواليفايد للسكشن 8. لكن حاجة كويسة إن هم كواليفايد للبرنامج اللي هو بتاع الأفوردبل رنت. بس فدي حاجة. الحاجة التانية طبعا كل واحد، لو الناس عندهم سيتيزن أو عندهم جرين كارد أو حاجات زي كده، بروف أوف سيتيزن بيسموها دي، يبقى تاني حاجة. تالت حاجة لازم يكونوا سيتيزن او جرين كارد هولدرز، او يعني البروف بتاع اللي هو بتاع الريزيدنسي بتاعه شكله ايه. قلنا البنك والبروف بتاع الريزيدنسي، عقد الايجار اللي هم ساكنين فيه، واذا كان في فواتير نور او مية او كهرباء او حاجة عشان خاطر تأكد الكلام ده، شهادات بدخل كل واحد، شهادات ايه؟ كل من الدخل بتاعه. شهادات بتاعه الدخل بتاع كل واحد. في حاجات كويسه ان الفول تايم ستودنت ما بيدفعش. الفول تايم ستودنت ما بيدفعش، العيله بتدفع، وهو حتى لو كان بيشتغل ما بياخدوش منه حصه، ما بياخدوش منه حاجه. فكل الاوراق اللي مطلوبه طبعا، وفي بعد كده الفورم بيتملى بقى من ناحيه الباك جراوند شيك، يعني عشان خاطر يشوفوا اذا كان الشخص كويس كلين، يعني ما عندوش مشاكل قانونيه، ما عندوش حاجات جنائيه، حاجات زي كده. مش بيعملوا فيش وتشبيه، بيعملوا فينجر برينت في يعني بيعملوا فينجر برينت، وحتى يعني الفينجر برينت ضروري على اساس الباك جراوند بتاع الشخص، ما يطلعش فيه اي ريكورد بتاعه في اي حاجه. فده زي ما انا قلت لك، يعني البيت اللي جنبكم ده هنا، ده اللي هو الجديد، البيت اللي على فيلا تيرا تيرا. تخيلي بقى، جميل، تخيلي ان ده في الشقه فيه ب 2100 بيدوها ب 900. ليه؟ ال 2100 بيدوها لان هم عاملين الرينج ما بين 900 لغايه 2100. فالشخص ممكن يبقى كواليفايد في ال 900، ما بين ال 900 ولغايه 2100. بس فاللي هم الحاجات اللي بيعملوها في السكن دي كلها انسانيه وكويسه، ويعني ما يعني بس الناس تقدم. وانا شخصيا يعني بحبز ودعم جدا اي حد عايز يقدم على البرنامج يعني. طيب ممتاز. زي ما حضرتك قلت، هو موجود في كل السيتيز ال HUD، وممكن اي حد الانكم بتاعه. الفرق بين ال HUD والافوردبل رنت ان ال HUD تبع السكشن 8. يعني احنا يعني الناس كلها تقدم على ايه اللي هم لو انكم؟ هيروح هو هيقول له اختيارات موجوده. ايوه. هيقول له انت عايز تقدم على الناس اللي هم افوردبل رنت ولا اتش يو دي؟ ايوه. الافوردبل رنت عاده بيجي اسرع. ايوه بيجي اسرع، بس الافوردبل رنت الحصه اللي بيشترك بيها الشخص كبيره شويه. يعني ما هي زي الاتش دي، الاتش دي مرتبطه انها تبقى 30% فقط لا غير. طب تمام. الفرق بينها وبين السكشن 8 ان زي ما احنا قلنا قبل كده، ان الشخص اللي عنده السكشن 8 وهو عنده فاوتشر بيقدر ياخد السكشن 8 ويروح بيها في اي حته ثانيه او يختار في اي كده. الاتش دي لما بيكون ساكن في بيت، هو مرتبط بالبيت اللي ساكن فيه.
طيب ده ممتاز جدا يا فندم، يعني اي حد عنده دخل قليل ممكن يقدم على الاتش اي دي، او لو عنده دخل حتى كبير يقدم على الافوردبل، وهيبقى اقل من الرنت العادي اللي اي حد بيدفعه. بكل تاكيد دي الحاجه الظريفه ان ده ما هواش لا بيتفتح امتى ولا بيتقفل امتى. ده هو موجود باستمرار. ايوه مفتوح باستمرار. كل اللي بيحصل ان هي يعني حتى الناس اللي جالها جوابات يقول له ان انت بقيت على التوب اوف ذا ليست، انت بقيت على قمه الليست، تعالى بقى عشان خاطر نعمل. الجواب اللي جاي جواب ظريف جدا وشكله مفرح كده، بيقولوا له يعني مبروك، تعالى انت بقيت على القمه بتاعه الليست، تعالى عشان خاطر تعمل كده. فيعني كان في حد اصحابي ورحت معاهم وجبنا الورق بتاع بامفلت كبير قد كده يتملى ويتبعت وكل حاجة تبقى تمام. طيب أمين، حلو قوي، ومبروك لكل الناس اللي جالهم طبعا، ونتمنى أن كل الناس تاني تقدم. يعني احنا اللي نفسه قوي يقدم في السكشن 8 والسكشن 8 قافل دلوقتي، عندنا فرصة تانية نقدم في حاجات تانية، بروجرامز تانية وكنا نعرف عنها. طيب شكرا جدا يا فندم على التوضيح. هل حضرتك عايز تضيف أي حاجة تانية في موضوع حتة صغيرة بس عايز أقول للناس إيش سانتا آنا. سانتا آنا المكتب اللي هو في السيفيك سنتر خاص بالسيتي اوف سانتا انا. ايوه، وبرده جاردن جروف تقريبا، جاردن جروف لها مكتب لوحدها، مكتب لوحدها. بس في المكتب بتاع، ما احنا قلنا ان في مكتب لجاردن جروف، مكتب لسانتا انا، ومكتب لانهايم. اوكي، في 28 سيتي تانيين. ال 28 سيتي تانيين اسمهم اورانج كاونتي. أيوة. الحاجه اللطيفه ان المكتب بتاع اورانج كاونتي موجود برضه في سانتا انا، بس مش في السيفيك سنتر. أيوه. في شارع اسمه سانت اندرو، سانت اندرو، بس في سانت انا. لعلمك سانت انا هي عاصمه اورانج كاونتي فعلا، عاملينها هي العاصمه بتاع، مش انهايم يعني. عاصمه اورانج كاونتي هي سانت انا، هتلاقي فيها جميع المؤسسات الحكوميه والحاجات دي كلها يعني موجوده. بس انا يا سيتي كبيره يا. طيب شكرا جدا للتوضيح يا فندم. احنا كان جالنا سؤال احنا كنا جاوبنا عليه قبل كده، بس معلش نتكلم عليه تاني. الناس اللي بتاخد سوشيال سيكيورتي وعايزه تشتغل، هل ممكن ولا مش ممكن؟ احنا خلي بالك احنا بنقول ايه، احنا مره اتكلمنا على اهميه السوشيال سيكيورتي في حياتنا عموما. ايوه، وقلنا ايه؟ طيب برضو مهم الإعادة، زيادة فيها إفادة. يعني السوشيال سيكوريتي ده عبارة عن رقم بتاع الشخص بيلازمه من ساعة ما يتولد لغاية لما يعني يتوكل على الله. فالسوشيال سيكوريتي ده عبارة عن الريكورد بتاع الشخص زي ما قلت لك من صغره لغاية كده. افرضي ان انا جاي مع أسرتي وأنا عندي مثلا 10-12 سنة، أسرتي وأنا وإحنا كلنا بنقدم على سوشيال سيكوريتي كارد اللي هو الكارت بتاع السوشيال سيكوريتي. الغرض منه هو إيه السوشيال سيكوريتي ده؟ إن السوشيال سيكوريتي هيسجل حياتي، كل متطلبات حياتي أول بأول. يعني لو فرضنا واشتغلت لازم أكون أنا بدفع الحصة بتاعتي في السوشيال سيكوريتي اللي هي هتتحول إلى معاش فيما بعد. الحصة بتاعتي اللي أنا بدفعها، يعني افرضي إن مثلا أنا دلوقتي بشتغل في حتة في وولمارت أو غيره، وصاحب العمل بيدفع حصة وأنا بدفع حصة، ومن ضمن الحصص اللي موجودة حاجة اسمها إيه السوشيال سيكوريتي. السوشيال سيكوريتي زي ما احنا قلنا إن هو عبارة عن برنامج تأمين شامل، تأمين شامل للشخص، تأمين ضد البطالة، تأمين ضد العجز، تأمين ضد الوفاة، تأمين من كل ناحية. وفي الآخر خالص 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 لما باجي أكبر في السن وعايز أطلع على المعاش، الرصيد اللي أنا عملته في السوشيال سيكوريتي هو اللي بيحدد المعاش اللي أنا هاخده. فالناس اللي بتشتغل وما بتدفعش السوشيال سيكوريتي ناس مش كويس، يعني هم بيخسروا، ما يعني في رأيي ان هم خسرانين. لان زي ما شرحنا وانتي عايزة تعيدي في الكلام مرة تانية، افرضي ان انا دلوقتي واحد بشتغل في جهة ما بقى لي 7-8 سنين بشتغل
وسني لسه مش كبير، في الثلاثينات ولا حاجه زي كده، وجيت اتعطلت لاي سبب من الاسباب. لو انا اتعطلت بسبب ان صاحب الشغل ما عندوش وظيفه ليا، باخد حاجه اللي هي اسمها unemployment. ايوه unemployment تامين ضد البطاله. نعم. بعد الشر اذا كان الشخص ده حصلت له اي اعاقه جسمانيه اعاقته عن الشغل لمده حتى سنه بحالها، بيدفعوا له برضه بدلا من ان امبلويمنت بيبعتوا له حاجه تانية اسمها اي دي دي، اسمها امبلويمنت ديفلوبمنت ديبارتمنت. ايوه بيدفعوا له تقريبا مرتبه 70% من مرتبه. لو انا لو جيت طلع وصلت لغايه سن المعاش وعايز اطلع على المعاش، الفلوس اللي انا دفعتها للسوشيال سيكيورتي هي اللي بتتحول الى انها تبقى المعاش بتاعي. فالسوشيال سيكيورتي مهم جدا 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 لنا، مش الكارت هو المهم، اشتراكنا في السوشيال سيكوريتي هو المهم. يعني مثلا دلوقتي واحد بيشتغل في وظيفة ايا كان، لازم يطلب من صاحب العمل بتاعه ان هو يدفع السوشيال سيكوريتي بتاعه. ليه؟ عشان خاطر لو حصل انه تعرض لاي ازمة من دول بيواجهها بكل يعني بكل اطمئنان، ما فيهاش اي حاجة. بس نيجي بقى بنقول مثلا دلوقتي افرض ان انا اشتغلت بقى في امريكا 40 سنه 30 سنه زي ما اشتغلت. امريكا بتقول او يعني النظام بتاع السوشيال سيكوريتي بيتحسب بالكوارتر، اللي هو الكريدت اللي انت سالتيني عليه. ايوه قبل الحلقه صح. عايزين نعرف كم كوارتر كمان. يس هم قالوا انك انت عشان خاطر تاخد معاش، معاش يعني ايه؟ ريتايرمنت، مش مساعده. المعاش ده بيبتدي من كام؟ عندك أي فكرة؟ الطبيعي جدا يبتدي هو سنه 66 سنة. والمبلغ يبتدي من كام؟ لا المبلغ حسب هو اشتغل قد إيه وبيعمل فلوس قد إيه. يعني واحد وصل سن 66 سنة وبيشتغل بقى له 40 سنة. أيوه. فعنده 40 سنة في 4 كوارتر ب 160 كوارتر، دول الماكسيموم. 160 كوارتر. يعني هو ال 160 كوارتر هم بيعملوها الى نسبه مئويه، هتطلع حوالي 80% من مرتبه. ايوه. فيبقى كل الشخص ما بيشتغل بيعمل ايه؟ الكوارتر زول والكوارتر زي بتامن له مبلغ ياخده. طيب في حاجه، الحد الادنى للمعاش. تمام. قال ان كل واحد اشتغل اقل من 10 سنين او عنده اقل من 40 كوارتر ما ينفعش يقدم ياخد معاش. ما ينفعش يقدم ياخد معاش. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ على فرض ان انا مثلا انا جاي من مصر وانا سني مثلا 60 سنة او 55 سنة واشتغلت 10 سنين او 8 سنين لغاية ما بقى سني 66 سنة. لما جيت اطلع على المعاش عملت لي 32 كوارتر، ما عملتش 40 كوارتر. اجد ورغم ان الحكومه بتخصم مني كل شهر اللي هو الاشتراك بتاعي في السوشيال سيكيورتي، اللي يعني مش السوشيال سيكيورتي، اجي اقول لهم انا خلاص بطلت شغل. طب يا عم انت اشتغلت قد ايه؟ اشتغلت 8 سنين. 8 سنين ما يدولكش معاش، ما يدونوش ريتايرمنت، ما يدونيش ريتايرمنت. طيب امال الفلوس اللي دفعتها لكم دي كلها ايه؟ لا ده شيء طبيعي لانك انت خدت تامينات وخدت مش عارف ايه. طيب في حل بديل؟ ايوه. ايه الحل البديل؟ افرض ان انا بقى جيت وبقى لي 7-8 سنين في امريكا واجتهد ان انا اخد الجنسيه الامريكيه. لو خدت الجنسيه الامريكيه وبقيت 65 سنه وطلعت من الشغل او سبت الشغل، بيدوني حاجه زي المعاش يمكن اكتر شويه. في كاليفورنيا بيدوا 954 دولار للسنجل للسنجل وان، الاثنين 1600 اللي هو 1600 تقريبا، حوالي 800 دولار لكل واحد. طيب يبقى اذا الناس لما تيجي امريكا، مش مجرد يجي امريكا ويقعد يرتكن بقى على الكريدت كارد على الجرين كارد بتاعه وخلاص، لا لازم تحاول تاخد الجنسيه، تحاول تاخد الجنسيه عشان تيجي لما تواجه المشكله دي تعمل كده. بقى طيب شروط انك انت تاخد الاس اس اي هي ايه؟ انك انت تبقى امريكان سيتيزن او جرانت اسايلم، يعني خدت الاسايلم، وانك تبقى 65 اور اولدر او اولدر او ديسيبل اوكي.
يعني ديسيبل ده ايه اللي بيحددها؟ ان هو بيكون عنده فعليا اعاقه عنده اعاقه بتمنعه من انه يشتغل. يس اوكي. يبقى هو 65 ده الشرط الاساسي. نمره 2 الجنسيه. نمره 3 ان هو يكون عنده الجرانت اسايلم او ان هو يكون عنده الديسابيلتي اعاقه ما يقدرش يشتغل بسببها. معنى كده ان كل الناس اللي هم اندر 65 وعندهم اعاقه يقدموا على الاس اس اي، ما فيهاش مشكله. طيب في مين اللي بيقدر يقدم على الاس اس اي؟ قلنا نوعين اتنين بس اللي هم الامريكان سيتيزن والناس اللي هم جراند فور اسايلم. طيب في بعض في ولايه زي ولايه كاليفورنيا بتدي معاش بديل للاس اس اي، يعني مثلا في 22 اغسطس 96 من حوالي 25 سنه دلوقتي، يعني كانت الحكومة بتدي الاس اس اي لكل الناس اللي هم اوفر 65 وهم بس عندهم جرين كارد، مش مهم الجنسية ولا حاجة. فكانت الناس يبقوا جايين من مصر مهاجرين وسنه 66 سنة، بعد ما يوصل بشوية يروح مقدم على الاس اس اي. فغيروا النظام ده وخلوا حل، قالوا لا لازم الشخص يكون قضى فترة في امريكا، يكون قاعد في امريكا فترة على الأقل، يكون خد الجنسية الأمريكية. فحطوا شرط الجنسية الأمريكية ده. شرط الجنسية الأمريكية بسيط لأنه مجرد 5 سنين، يعني ما هوش حاجة كبيرة. فالناس اللي المفروض أنها تجتهد في حاجة زي كده وياخدوه. بعض الولايات زي مش بعض، هي ولاية واحدة اللي هي كاليفورنيا، عشان فيها نسبة كبيرة أوي أوي من الناس اللي هم من بلاد تانية، التركيبة السكرية من دول كتيرة من الدنيا يعني. فعملوا برنامج مخصوص لكاليفورنيا وقالوا الناس اللي هي جالها اللي سنها يستحق ياخد الاس اس اي، ووقف الجنسية عقبة في سكته، عملوا برنامج تاني بديل اسمه كابي اللي هو كاش اسيستنت بروجرام فور ايميجرانت. شروطه ان الشخص ما يكونش اسايلم وما يكونش سيتيزن. شوف الاس اس اي شروطه ان لازم يكون الشخص سيتيزن او يكون اسايلم. طيب. ده شروطه ان الشخص لا يكون سيتيزن ولا يكون اسايلم. يعني بلد مريحه كل الناس من كل الفئات. طيب احنا ناخد اماني ونكمل. اماني معلش سيبناكي كتير على التليفون، اتفضلي. طيب مش عايزين نضيع الناس يعني. لا لا اتفضلي. مرحبا، انا اسمي اماني وبشكركم على البرنامج كثير. شكرا. الحقيقه استفدت من معلومات جدا، بس انا عندي سؤال لو سمحتوا. انا عندي existing case ب disability. اوكي. Actually I have a fusion in my neck, but I was in a medical leave for almost 10 months. I went back to work after and I stayed for a whole year. اوكي. ومش قادر اكمل شغل to the point انه انا كنت full time و I changed it to part time. I want to know at this point what should I do. معاكي جنسية؟ معاكي جنسية؟ yes. معاي جنسية. وعندك كم سنة؟ 57. اوكي. 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 مسألة بسيطة يعني. هو دلوقتي اماني مش كده؟ نعم. اماني احنا اتفقنا ان انت عشان خاطر تقدمي للسوشيال سيكوريتي بنفيت من السوشيال سيكوريتي لازم تكوني ان انت اثبتتي انك مش قادره تشتغلي. صحيح. كويس. دايما الشخص اللي بيكون مش قادر يشتغل ما بيقولش ان انا كومبليتلي ديسيبل، ما بيقولش كده. الدكتور بيبقى دايما عنده امل ان الشخص ده هيبقى يوم من الايام يبقى كواليفايد يشتغل. فبيدي لك حاجه اسمها temporary disability. اوكي. الفورم ده موجود عند الدكتور، مش لازم انت، مش لازم الشغل بتاعك يبعتك للدكتور ولا اي، ممكن انت تروح للدكتور بتاعك. اوكي. وتقول للدكتور انا تعبانه، انا عندي انزلاق، عندي حاجه بتمنعني من الشغل، ظهري بيوجعني، يعني وات ايفر. مش هتفرق بقى اذا كنت انت يعني بارت تايم او فول تايم او وات ايفر، مش هتفرق اي حاجه.
لكن هو اللي هيحصل ان الدكتور بيعمل حاجة اسمها ريكويست. الريكويست اللي بيعمله الدكتور يقول ان اماني محتاجة تاخد راحة لغاية لما نشوف الديسابيلتي بتاعتها هتحصل فيها ايه. اوكي، فالدكتور بيعمل الريكومنديشن بتاعته او الريكويست اول مرة بتاعته، بيطلب انك انت تاخدي اجازة 3 شهور. التلات شهور السوشيال سيكوريتي بيدفع لك فيهم مرتبك اللي هو البرنامج اللي اسمه EDD Employment Development Department، ما هواش الانبلويمنت، مش الانبلويمنت عشان تبقى الانبلويمنت لما صاحب الشغل يقول لك يلا مع السلامة مش عايزينك، ده تقدر تقدم الانبلويمنت. لكن بالنسبة للحاجة العجز اللي هو الجسماني، الدكتور بيعمل ريكويست للديبارتمنت بتاعت اللي هي اسمها اللي هي Employment Development Department، بيقول لهم ان انا عايز اماني تاخد 3 شهور اجازة عشان اشوف حالتها هتبقى شكلها ايه. اوكي، بيجي بعد 3 شهور الدكتور بتاعك يشوف ان انت لسه الحالة بتاعتك ما تحسنتش، يروح عامل لك اكستنشن، يطلب اكستنشن تاني كمان 3 شهور. وبعدين الماكسيمم عشان يعمل الاكستنشن هو 1 year، يعني 3 شهور 3 شهور 3 شهور 3 شهور. لما تخلص السنة بالكامل ما يقدرش يعمل ريكويست تاني، او لو عمل ريكويست تاني هيرفضوه، هيقولوا له ان البيشنت بتاعتك اللي انت بتقول عليها ان هي دلوقتي عندها ديسابيلتي، هي دلوقتي خلاص ما تقدرش تقدم على temporary disabled anymore. She has to apply now for اللي هو permanent disability. لما الجواب اللي بقى اللي بيجيلك من الـ ADD ده ويقول ان انت you have been under disability program for 1 year. ماشي، but انت you need to continue more than 1 year. Go and apply for SSI. Okay. تاخدي الجواب ده بتاع الـ ADD وجواب من الدكتور بتاعك وتروحي رايحة للـ SSI. تقول لهم ان انا I want to apply for SSI. كويس؟ الـ SSI هيعمل لك حاجة، لو لقى انك انت صحيح ديسيبل هيدي لك البنفيت بتاع الديسابيلتي بتاع الديسيبل. لو السوشيال سيكوريتي لقى ان انت عندك في الورك هيستوري بتاعك، عندك في الورك هيستوري كريديت كفايه، ممكن يديلك الاس اس اي بلس الاس اس اي اللي هو ده. فعلا ممكن. احنا ما اتكلمناش فيها دي قبل كده، بقى لازم نتكلم فيها. اوكي، فيجي السوشيال سيكوريتي تديلك الاثنين بوث بروجرام، والسوشيال سيكوريتي هم بيبقوا فيري هابي ان يدولك الاثنين. ليه؟ عشان واحده منهم اللي بتدفعها الفيدرال، يبقى السوشيال سيكوريتي هتتحمل بس الجزء بتاع الديسابيلتي. ايوه، واخده بالك ازاي؟ فهتيجي بقى انت بعد السنه ما تخلص، عايزه تكلميني، عايزه تروحي انت، عايزه حد يساعدك حسب الولايه اللي انت موجوده فيها، هتروحي للسوشيال سيكوريتي وتقول لهم ادي انا الريبورت بتاعتي اهو، وانا مش عايز اقدم على سوشيال سيكيورتي، مش عايز اقدم على ديسابيلتي. نو، اي وانت تو ابلاي تو بي ريتاير بلس الاس، ان اخد البنفيت بتاع الاس اس اي. ايفن دو ام 57، ان شاء الله يكون سنك 25. مش فاهمين الحته دي. ما احنا قلنا الديسابيلتي هتحل محل السن. اوكي، هتبقى هي محل السن. واتبر يعني دلوقتي مثلا بدليل ان في ولاد سنهم 15 سنة دول بيبقوا تعبانين، حرام، بيبقوا تعبانين وبياخدوا السوشيال سيكوريتي، بياخدوا اس اس اي. ده حقيقي. إيه إيه وهم عندهم 15 سنة، ايه اللي حصل ان هم they are disabled. وكذلك لو واحد بقى سنه جدوب 25-30 سنة ولسبب ما يعني حصلت له حادثة بقى disabled، هيعمل ايه؟ هيترمى في الشارع؟ ده ان هم بيدوا له ديسابيلتي. فشوفي يا اماني، لو انت عملت الخطوط دي كلها بالترتيب بالنظام اللي قلت لك عليه، في الاخر هتبقى كويس. انا مش عايزك تلخبطي، واي سؤال انت عايزاه بكلميني وانا اقول لك تمشي الخطوه خطوه ازاي. تمام،
شكرا كتير. شكرا اماني. ميرسي 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 استاذ سليم، انت قلت لها حاجات احنا ما نعرفهاش. طيب بس احنا بنقول ايه؟ افرضي ان انا دلوقتي بشتغل بقالي 15 سنة بقى عندي، بدال ما عندي 40 كوارتر بقى عندي 60. 15 في 4 بالستين يعني بقيت كواليفايد. وهل السنة دي لازم تبقى 12 شهر ولا ممكن السنة دي تبقى 3 4 شهور؟ لا ما فيش 3، لازم تكون 12 شهر. يعني السنة بتاعتك بتبقى 12 شهر. يعني انت لو لان كل 3 شهور بيسموهم كوارتر. يبقى انت عندك عدد كوارترات مش عدد. مش بتعملهاش سنين. بفلوسك ده انت بتعملها بالوقت الشغل بتاعك. يعني لو مثلا كنت بتشتغل كل سنة مثلا 6 شهور بتاخد 2 كوارتر. سنتين في السنة. اوكي. ما انت كل ما بتشتغل اشتغلت 3 اشهر تاخد 1 كوارتر، كمان 3 اشهر تاخد 1 كوارتر. السنه مش سنه ميلاديه ولا حاجه، هي اسمها سنه شغل. صحيح. كويس. ف زي ما قلت لك المثل قلت لك عليه لان هو ده هيطبق علينا بالظبط. يعني افرضي ان انا سني مثلا 40 سنه 35 سنه واشتغلت 15 سنه بقى عندي 60 كوارتر، وبعد الشر حصل لي عجز خلاص، هطلع يقولوا لي المعاش بتاعك احنا هندهولك اللي هو الريتايرمنت، بس المعاش بتاعي هيطلع ايه؟ 400 دولار. هيطلع 400 دولار. في حاجه بقى، في حاجه اسمها مينيمم بتاع السوشيال سيكيورتي. المينيمم في ولايه كاليفورنيا 954 دولار، في ولايه تانية 850، مختلف من ولايه لولايه. لكن في ولاية كاليفورنيا، خلينا بنتكلم دايما على كاليفورنيا كأنها النموذج، يعني 954 دولار. يقولوا لي طب انت هيطلع لك معاش يا عم سليم 400 دولار في الشهر. 400 دولار دول هيعملوا لي ايه؟ يقول لي لا لا ما تزعلش، احنا هنكمل لك من الاس اس اي نوصلك ل 954. يبقى اذا انا ممكن اجمع ما بين الاس اس اي والاس اس اي مع بعض. ماشي. ايه هي الاس اس اي؟ قلنا عليها سبلمنت سيكيورتي انكم اللي هو المساعده. الاس اس اي اللي هي جايه من حاجه اسمها سوشيال سيكيورتي ادمنستريشن. طيب هل ينفع تبقى الحاجتين دول مع بعض وتزود الديسابيلتي لان انت تعبان؟ ما فيش، ما انت مش هتزود الديسابيلتي لان ده اللي وصلك ليه الديسابيلتي. ايوه اوكي فهمتك. مش هتزودي عليه حاجه. فهمتك. لان فهمتك. اللي وصلك للمرحله دي هو ان الشخص ديسيبل. تمام. لأنه هو في الشخص العادي ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يقدم على ريتاير وهو سنه 35 سنة. المينيمم فور ريتاير بيسموه ايرلي ريتايرمنت اللي هو 62 سنة. وده بيزد على ايه بقى؟ على مدة الخدمة بتاعت الشخص. برضو الكورترز اللي هو عملها. ايوه فهمتك. يعني افرض ان انا جيت عند السن، الحاجة الوحيدة اسمها الخروج الاختياري. It's my choice ان انا عايز اعمل ريتاير دلوقتي. يقول اسمها ايرلي ريتايرمنت، ما تقدرش تعمل ايرلي ريتايرمنت الا لما تبقى 62. كل اللي قبل 62 ما اسموش ايرلي ريتايرمنت، حاجه اسمها ضروره زي الديسيبل زي المعرفش مين زي الحاجات دي كلها. انما انت عشان تختاري انك انت تطلعي ريتاير بارادتك لازم تكوني 62. طيب ممتاز جدا. ابن الرب معانا وانا عندي سؤال برضو جالي مهم، بس ناخد ابن الرب الاول. اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. انا كان عندي سؤال. والدتي جايه جرين كارد، لما شملوا معاها جرين كارد. ايوه كويس. سؤال كويس. هي فوق ال 65 سنه وحركتها صعبه، بس لما شمل صح؟ لما شملوا معاها جرين. طيب طلباتك ايه؟ ينفع اقدر اقدم لها ازاي او استفدت ازاي من موضوع السكشن 8 او الافوردبل رينت دوت؟ طب اوكي طيب. ينفع هبقى الليجبل لحاجه زي كده؟ ايوه. او هي تبقى الليجبل لحاجه زي كده؟ يس. انت ساكن، انت موجود في اني ولايه؟ انا هنا في كاليفورنيا. انت في كاليفورنيا. طيب بالنسبه للوالده اللي انت جبتها بيسموها اللي هو فاميلي ريونيون اللي هو لم شمل الاسره. ايوه لم شمل. ايوه. فانت بتبقى الضامن بتاعها، انت الضامن بتاعها، لان كل الناس اللي بيجوا من غير اللوتري بيبقى لهم ضامن. فانت الناحيه الماليه هي ما تقدرش تاخد بنفيت، الناحيه الماليه يعني ما تقدرش تقول ادوني فلوس
او ادوني فود سامس لان دي عباره عن فلوس. ما تقدرش اقول اديني كاش عيد ادوني فود سامس، ما تقدرش لان دي ناحيه ماليه. الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه اجتماعيه، ان هي مثلا افرض ان والدتك ربنا يبارك فيها بتشتغل، بتعمل لها مثلا $1,000 في الشهر ولا 1,200 وحاجه زي كده، وعايزه تاخد افوردبل رنت، تقدر تقدم. لو والدتك تعبانه صحيا وبحيث انها تحتاج لحد يساعدها في البيت او ان هو يخلي باله منها صحيا، انصحك ان هي تبقى عندها البرنامج بتاع الميديكال، وفي ساعتها تقدر تقدم للحكومه وتقول انا تعبانه صحيا وعايزه حد يساعدني في البيت، عايزه حد يجي يطبخ لي، ينظف لي البيت، يعمل لي حاجتي، يوديني للدكاتره، انا عايشه لوحدي وعايزه حد يساعدني. الحكومه بتوافق على كده وتقدم لها على برنامج اللي اسمه الهوم سبورت سيرفيس الاي اتش اس اس ده، وبتعين لها حد اسمه يبقى اسمه بروفايدر. اللي بيدفع فلوس البروفايدر الحكومه، ما بتدفعش الماما. انا قلت هي ماما ما بيدولهاش اي حاجه خالص، يدوها بس البنفيت المزايا. فهي دلوقتي ممكن تقدم على الميديكال، ممكن تقدم على السكن، ممكن تقدم على ان هوم سبورت سيرفيس، لكن ما تقدرش تقدم على الكاش ايد، وغالبا ما يترضاش تقدم على الفود سامس لان ساعتها هيقولوا لها هات الضامن، بيانات الضامن. في حته بقى استثناء من الضامن دي والكلام ده بالنسبه للفود سامس فقط لغير، وهو ان الحكومه قالت بعد 3 سنين من الجرين كارد ممكن الشخص اللي هو مضمون يقدم على فود سامس لمدة 2 سنين، يعني السنة الرابعة والسنة الخامسة. ما اعرفش دي والله. عايز اعرف كل حاجة. عايزة تعرفي انت، ما المشكلة انت عايزة تعرفي كل حاجة. واخد بالك مشغولياتك كتير، ويعني انا بس انا فاضي قاعد بس للحاجات دي. فاللي بيحصل ان هي لما بيعملوا كده بيقول ايه، طب سنة اولى وثانية وثالثة ما فيش فود سامس، سنة رابعة وسنة خامسة تاخدي فود سامس. ليش؟ معنى قالوا 5 سنين، بعد 5 سنين هيفترضوا فيها ان خدت الجنسية، تقدر تكمل بقى. اول ما تاخد الجنسية خلاص بقت ولا ملهاش دعوة لا بالضامن ولا حد مسؤول عنها ولا اي حاجة. لازم تعمل الجنسية لماما يا ابن الرب. شكرا. الإجابتنا وافية ولا لسه ليك حاجة أسئلة؟ لا لا تمام شكرا. الله يخليك صعب حبيب. طيب خلينا نشوف السؤال المركب ده. بتقول إن بنتي عندها 30 سنة وبتساعدني أنا وباباها في البيت. أيوة. ساعات قليلة جدا جدا في اليوم، 2 أو 3 فقط لا غير. البنت نفسها عندها حساسية شديدة عشان كده ما بتقدرش تخرج برا البيت كتير، فهي ما بتقدرش تشتغل، يعني بقى لها كذا سنه ما بتشتغلش. بتجيبوا حد غيرها؟ لا ما هي بتساعدهم ما فيش مشكله. هل هي بقى بتسال هل البنت اللي بتساعد في البيت امها وابوها دي هل ممكن تروح تعمل ديسابيلتي وتاخد الديسابيلتي من السوشيال سيكيورتي ولا لا؟ ما احنا بس يعني مساله ان هل تقدر تعمل ديسابيلتي او مش تعمل ديسابيلتي، احنا بنتكلم على لازم يكون واقع. ايوه هو واقع بتقول. يعني دلوقتي اي انسان، هي دلوقتي بتساعدهم في البيت بتاخد اجر اللي هي بتساعدهم، عامل لها ساعات شويه قليله بتاع ده من عدم يعني ما يعني توصيل المعلومه كما يجب للوركر. الوركر بتاع الهوم سبورت سيرفيس كل اللي عليه الراجل او الست اللي بتيجي انه بيسمع، فبيسمع هو مش هيخترع حاجه من عنده. صحيح. لما يقول لك ماما محتاجه حد يوديها الحمام تقولي لا خلاص، لا لا ماما هي تعرف تطبخ لنفسها، خلاص ماما محتاجه whatever وتقولي لا. هو الراجل ما يقدرش يخترع لك ساعات يديها لك، يعني احنا كمان لازم نكون منطقيين. يعني ممكن يكون الانسان الديسيبل اللي بياخد ديسابيلتي من من السوشيال سيكيورتي يقدر يشتغل الشغله دي لاهله ولا لا؟ يقدر. ما هو ده سؤال. ما هو ده هي يقدر اللي هو افرضي هي دلوقتي راحت قدمت على ديسابيلتي بتقدم الغرض من الديسابيلتي عشان خاطر تاخد اس اس اي. اوكي. الاس اس اي بيقول لها سؤال كده، ما بيشتغلش. انا بوجه سؤال لجوجل، بقول له يا عم جوجل انا اي ام ريسيفنج اس اس اي ماشي كان اي ورك، هيقول لي يس بس هيقلل الفلوس. يقول لي يس ماشي.
اشتغل كل 2 دولار انت هتشتغل بيهم هنخصم منك 1 دولار. فهمت حضرتك؟ إجابة في منتهى البساطة. فتبقى صحيح. دلوقتي هي قلت إنها تقدر تقدم على السبيلتي وما تقدرش تقدر تقدم في كل وقت. إنما في حاجة مهمة جدا، لو هي عايزة تقدم على temporary disable. أيوة. temporary disable إن هي تعبانة دلوقتي. مين اللي بيحدد إن هي تعبانة دلوقتي في الوقت اللي إحنا فيه؟ الدكتور بتاعها. فبتقول أنا مش قادرة أشتغل. هيدوها التعويض بتاع انها ما بتشتغلش، بس في الحاله دي هيجيبوا وركر تاني لباباها ومامتها. فهمت حضرتك؟ واخد بقى كده يعني. يا ريت كل الناس ينتهزوا فرصه لما البرنامج يبقى موجود ويقولوا الاسئله دي ما يسالوهانيش بعد البرنامج، لان بعد البرنامج كل الاسئله اللي انت بتتخيليها بتيجي. ايوه. ليه بعد البرنامج؟ علشان بيشوفوها، لان البرنامج بيتشاف في كل حته في كل مكان. أيوة. وفي كل وقت. ما هو دلوقتي الشخص اللي بيتصل على التليفون ده وسال سؤال، هو الميزه في السؤال انه ممكن يفيد مجموعه كبيره من الناس. كبيره من الناس، ده حقيقي. الشخص اللي بيتصل على حالته لوحده، ده حقيقي، وهو اللي بيسمع بس الرد لوحده. هو بيسمع الرد لوحده. يعني انا بلوم قوي على الناس، يعني ما اخبيش عليك التليفونات حاجة بالهبل، يعني حاجة ملهاش أول من آخر. طيب ما البرنامج موجود، ما تسأل في البرنامج. بس البرنامج يعني أنا بيصعب عليا أن أنا ما ردش على الناس، ما بقدرش أن أنا أمتنع عن الرد على الناس. بس في نفس الوقت ليه الناس بتحوش كل الحاجة وتسأل؟ لا، ويجي في يخجلوا يعني. يا أستاذ سليم، ليه بس يا ماما؟ ليه؟ في بعض الناس تخجل يعني. ما هو اللي بيقول اللي بنت الرب وابن الرب. وهو ده سؤاله جميل جدا، لأنه بيفتح مجال يخلي الناس التانيين يفهموا. ده حقيقي. احنا تليفوننا 919 موجود على الشاشة. أي حد يحب يتصل يا جماعة اتفضلوا بلا خجل. أنا عارفة أن بيجيلك مكالمات كتير جدا يا أستاذ سليم، وبيجيلنا أكشي مكالمات دلوقتي هنا بتحاول تاخد رقمك يعني. وبندي لهم الرقم. طيب اوكي، عندك سؤال تاني ولا عايز اكمل؟ طيب انا طيب نكمل الجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت السوشيال سيكيورتي، والجزء التاني اللي هو اوكي اللي هو قلنا ايه. ايوه، اللي هو بتاع زي ما انا قلت لك مثال على الطبيعه جدا. انا سني 40 سنه كويس، واشتغلت 15 سنه في امريكا، بقيت عامل الأربعين كوارتر، بس ما بقاش سني 65، وحصلت لي ديسابيلتي. بروح أخد الديسابيلتي، فبروح دلوقتي أقدم على الديسابيلتي. الديسابيلتي يقولوا لي إيه، أنت اشتغلت؟ أيوة اشتغلت. قد إيه؟ 15 سنة. 15 سنة يعني يدوا لك كام كوارتر؟ 60 كوارتر. طب ده الستين كوارتر دول هيدفعوا لك على الأقل 400-500 دولار. برافو عليك، عشان هتخفف علينا العبء اللي احنا هندفعه. هما بيدفعوا الاثنين مع بعض 954 954. أيوة. ففريدي انا عملت فلوسي انا من السوشيال سيكوريتي بتاعي انا 600 دولار. الاس اس اي هيديني الفرق الباقي بس 354. لو انا عملت 600 دولار هيعمل لي 354. المهم المجموع يبقى 954. أيوة. يبقى إذن في الحالة دي الشخص ده جمع بين الاثنين، الـ SSI والـ SSA. فهمت حضرتك؟ بيجيله من مصدرين، شوية من ده وشوية من ده. بس فده برضو حاجة كويسة جدا. طبعا أوكي. الشخص اللي هيوصل لكده لابد ان يكون عنده مانع شديد جدا، مانع انه يشتغل. هو برضو خلي بالكم مش هيشتغل بعد كده، يا اما يتخصم منه دولار على كل 2 دولار. هم السؤال زي ما انا قلت لك، بسال انا السوشيال سيكيورتي على جوجل واقول له انا ام ريسيفنج اس اس اي كان يورك. انت جوجل يا استاذ سليم. لا معلش، انا بسال جوجل زي بعض. طيب استاذ سليم احنا معانا مكالمه ناخدها ونرجع نكمل. اتفضل استاذ عماد حنا، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. جبتك انا جاي لم شمس، وقدمت على ميشن تبع الكنيسه هنا، فود عباره عن اكل يعني ليا حوالي 10 ايام. هل ده هيعوق الجنسيه بتاعتي، او هيبقى تكلفه ماديه بعد الحكومه تطلبها مني، لان انا جاي حد ضمني ولا بي؟ ده سؤال جميل جدا وبسيط جدا. اتفضل يا استاذ سليم. طيب هو احنا قلنا الفيصل في الموضوع هو ان يكون عندك ضامن. الفيصل تبع الكنيسه.
هو يعني لا. انا عندي ضامن والاكل ده طبعا ميشن تبع الكنيسه. ميشن تبع الكنيسه مش تبع الحكومه. لا انت جاي دلوقتي هنا لم شمل اسره ولا في جهه جايباك؟ لا لم شمل اسره. والكنيسه الكنيسه بتوزع لكل المنطقه بالكامل. بيقفوا طابور الصبح وحاطين رقم وعلى الكمبيوتر وعطونا صوت عند سين كده. عادي يا فندم بتحصل في بعض الكنائس وبعض المنظمات بتدي اكل للناس، ده ملهوش دعوه بالحكومه. هو بيتكلم على الاكل ولا أيوة على ايه؟ ايوه الاكل. لا 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 انت دلوقتي بالنسبه لك انت الاكل اللي بيجي لك من الفود بانك او لاي أيوة. منظمه خيريه او اي حاجه ده ملوش اي حدش يعرف عنه حاجه يا استاذ امين، ملوش اي تاثير عليك بالمره ولا ياثر على الجنسيه تاثيرها. لا 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 نو انت الحاجه الوحيده اللي بتاثر على الجنسيه انك تكون خدت حاجه ما هياش قانونيه. والفود سامس بالنسبه لك عشان خاطر ليك ضامن يعتبر غير قانوني، لان المفروض ان الضامن بتاعك يتكفل بيك. فهو لا، فانت لو خدت فود سامس يبقى انك خدت حاجه من الحكومه، انما جمعيه خيريه ما بيقولكش، حتى ممكن ما يقولكش اسمك ايه. لا خدوا مهمات مش ما يعرفش هما بيعملوا كده، الجهات الخيريه بيعملوا كده بس عشان خاطر يوروا للحكومه هما وزعوا قد ايه وناس قد ايه. مش مشكله يا فندم ولا يهمك. اعطيني برنت فور نمبر، اعطيني برنت فور نمبر. نعم يا فندم؟ اعطيني رقم برنت فور نمبر. لا يا فندم ما فيش مشكله، ما هما ما لهمش دعوه بالحكومه خالص الناس دي يعني. شكرا شكرا شكرا. طب احنا اعتقد معانا مكالمة تانية وبعدين ناخد سؤال من على الفيسبوك. اتفضلوا. الو ابن الرب اتفضل. اتفضل يا فندم. طيب ممكن ناخد المكالمة التانية بس بعد ما اخد السؤال. السؤال بيقول هاي، لو واحدة ما اشتغلتش خالص وعندها ديسك في ظهرها وضعها pending case في الاميجريشن، تقريبا مقدمة اسايلم ولسه pending case، وقاعدة في البيت مع اطفالي، ممكن اقدم على اي نوع من الديسابيلتي مع انها لسه مش ابروفد اسايلم؟ لا مش هتاخد اي حاجه غير الميديكال. ميديكال. طب للاطفال ممكن يكون ايه؟ الاطفال ده بتاخد كل البنفيت بتاعهم اللي هم ايه؟ فود سامس وميديكال وكل حاجه، حتى لو ما عندهمش لسه حتى لو ما عندهمش كيس. طب يعني ممكن تاخدي من خلال اولادك او لاولادك. شكرا جدا. لكن هي ما يدولهاش. والف سلامه عليكي حبيبتي وعارفه وجع الظهر ده صعب، ربنا يقويكي. ناخد ابن الرب اتفضل رجع معانا. لا اي فندم اهلا بيك. مساء الخير استاذ امير منوره. مساء الخير استاذ سليم. شكرا يا فندم. شكرا. كنت عايز اسال دلوقتي انا بنتج اسايلم، ينفع ان انا اقدم في السكن اللي هو اللي قلت عليه الاتش دي او الاتش دي؟ اوكي. ايوه. طب ده سؤال كويس. سؤال عايز اسال عليه برضه، لو انا مثلا ممكن اخد الميديكال او ديسابيلتي لو انا مش قادر اشتغل؟ شكرا. اوكي. احنا اتفقنا ان السكن بتاعك لازم تكون عندك دخل، اهم حاجة في السكن يكون عندك دخل. ايوه. شروط الاقامة شروط متعددة، منها الورك بيرميت. ما هم عندهم ورك بيرميت. ايوه ما انا بقولك من ضمن الشروط ان الورك بيرميت بيعتبر يعني مستند للاقامة. مستند للإقامة. أيوة. الناس اللي مقدمين على ورك بيرميت وبيستنوا الحالة بتاعتهم بيندنج بقالهم 5-6 سنين. أيوة في ناس كتير كده فعلا. في ناس كتير جدا. أنا حتى قريت في الورق اللي أنا اللي شفته بتاع سانتا أنا مكتوب فيه إنك أنت من ضمن المستندات اللي هي بتثبت الإقامة بتاعتك الجرين كارد، الجنسية، المعرفش مين، اللي هي الورك بيرميت. لما انت بتبقى كده لو انت كواليفايد للتقديم للحاجه هتقدم، محدش يقول لك اي حاجه. بالنسبه للميديكال والحاجات دي كلها بتبقى ديبند على الحاله الصحيه بتاعت الشخص، ملوش دعوه باي وضعه القانوني من ناحيه الاميجريشن ناحيه اي حاجه، ما فيش الميديكال فقط لا غير. ايوه الميديكال ما بيشترطش اي شروط، ما بيشترطش اي شروط. طول ما انت موجود على الارض الامريكيه وحصلت لك اي حاجه يبقى في الحاله دي بتقدر تاخد الميديكال. بس بياخدوا حاجه اسمها emergency medical اللي هم ما عندهمش لسه جرين كارد. في حاجه اسمها او ابروفال. في انك انت يعني intend يعني بتخطط. انت ناوي انك تقعد تستمر في امريكا، لو قلت يس هيدوا لك ميديكال. يعني مجرد الكلمه دي
يعني لو قلت يس هيدي لك ميديكال، لو قلت نو يعني همشي ما يردوش يدوا لك الميديكال، هيدوا لك الامرجنسي ميديكال. طيب ودي برضو معلومه جديده. لا ما الاستاذ سليم النهارده كله معلومات مفاجئات. طب شكرا جدا يا فندم، وسؤالك كويس جدا. هو سؤاله كان عنده جزء تاني تقريبا برضو هياخد اي ديسابيلتي او اي حاجه برضو؟ لا لغايه ما تاخد الابروفل صح؟ لا ما يقدرش يقدم على بنفيت خالص. ما يقدرش يس ما يقدرش يقدم على بنفيت خالص. أوكي. لان هو البنفيت مرتبط انه يبقى عنده الميديكال، ما هوش بنفيت. الميديكال ضروره ودين. ايوه دين بدليل دين. لو انت عندك جالك بيت او جبت بيت اهو يعني يروح البيت. يعني النهارده واحد اتصل بيا وعمال بيشتكي لطوب الارض، ليه ولاده هيشتروا بيت باسمه، باسمه هو. والحكومه بتقول اهي، الحكومه بتقول، البرنامج بيقول كل واحد عنده بيت، وده طالع من ستيت اوف كاليفورنيا او كل الستيتس اللي موجودين، الديبارتمنت بتاعه هيلث كير سيرفيس، بيقول كل واحد عنده اسيت ومنها بيت، منها البيوت يعني او الحساب في البنك او وات ايفر، وكان بياخد ميديكال وبعد سن 55 سنه اتوفى، الاسيت بتاعته ما تروحش لناس تانيين غير لما الميديكال ياخد حقه. غير لما الميديكال ياخد حقه. خلي بالنا بقى يا جماعه، كل بياخدوا ميديكال والبيوت باسمهم. وبعدين دلوقتي انت لما يبقى واحد راجل والست بتاعته سنهم 65 سنه هيشتري بيت يدفعوا امتى ده؟ ليه يا استاذ سليم؟ الناس عندها حلم يا استاذ سليم، ما تعملش كده. يعني كل واحد عنده حلم يبقى عنده بيت في امريكا، حتى لو عنده يا سيدي 90 سنه. يا ست ميرا خلينا نتكلم بالعقل. انا لما يبقى عندي 65 سنه والبيت هدفعه على 30 شباب 65 سنه يا فندم. يا بنت الحلال، ان دلوقتي هيبقى ان انا هقعد ادفعه 30 سنه. ايوه هيبقى سن 95 سنه. طيب. لازم هموت في النص. لا مش هيحصل، هنا عمرهم بيطول. ربنا يطول في عمرهم ويفرحهم. يعني الناس اللي يبقى واحد عنده 65 سنه وبعد يقول لي هشتري بيت، تشتري بيه هتدفعه امتى يا عم البيت ده؟ ربنا يسعد الكل لو حلمه بيحققه دلوقتي. انا بجد اشجع اي حد عنده حلم مهما كان عمره 90 سنه و95 سنه يعمله وينجح ويفرح. ما هو دلوقتي لما يبقى عندي 65 سنه وانا اشتريت بيت بقسط على 30 سنه، يعني ان شاء الله وانا 95 لو حصلت، طبعا ال 95 سنه لو وصلت لهم يعني 95 سنه ده بشوفهم بيطلعوا يجروا يا فندم. الميديكال هياخد البيت والستات حتى الميك اب والنيلز. فالميديكال هياخد مني طيب البيت. طيب احنا بس ناخد بالنا من الحته بتاعه الميديكال دي يا جماعه، ان هو بيقدر الميديكال هياخد البيت مني 100%. ايوه فهمت حضرتك. طيب انا اشكرك جدا على التوضيح. وربنا يدي الصحة والسعادة والفرح لكل البشر. اوكي تليفونات معلش كتير، اتفضل المكالمة اللي بعد كده. ابن الرب اتفضل. اتفضل يا فندم. ايوه اتفضل. اهلا وسهلا. ايوه اتفضل. الو ايوه معاك يا فندم اتفضل. ماشي يا فندم. مساء الخير، انا عايز اتكلم مع الاستاذ سليم. هو سامع حضرتك؟ سامع. ماشي يا فندم. انا عندي 66 سنه وما كنتش كان 40 كوارتر علشان كان عندي 36، فانا مستمر في الشغل بس بشتغل بارت تايم. السؤال الأول أنا طبعا معايا جنسية، هل البارت تايم يعمل الأربع كوارتر اللي بقى؟ البارت تايم أوكي. حضرتك اشتغلت بارت تايم كام سنة؟ ما هو بالكل حضرتك وكل سنة بتشتغل كام شهر؟ لا كل سنة طبعا. بيشتغل كل سنة. أوكي دلوقتي عندي 66 ومستني أكمل ال 40 كوارتر، لأن كان عندي 36 السنة اللي فاتت نهايتها. ايوه اوكي. الثاني ده اخر السنه، اخر السنه هكون عندي 40. اوكي بس عايز اعرف في سؤالين. السؤال الاولاني، هل البارت تايم هيعمل الاربع كوارتر اللي جايه من هنا لاخر السنه؟ السؤال الثاني، انا عايز اقعد من الشغل، هل هذا يمنع ان انا اخد كمان الاس اس اي؟ لان اللي انا عارف ان هيكون هبسط لحضرتك الموضوع بمنتهى البساطه. افرض انا بشتغل في اليوم بدلا من 8 ساعات بشتغل 5 ساعات. تمام، هو ده اللي انا بقوله. بس استنى، اشتغلت اليوم ولا ما اشتغلتوش؟ اشتغل. انا بشتغله. لا استنى بس. البارت تايم والكلام ده لو انا بشتغل مثلا يومين في الاسبوع، لو ثلاثة في الاسبوع.
كويس. لكن انا لو انا الاسبوع بشتغل فيه، بروح 3 ايام، بروح 4 ايام، بروح 3 ساعات، بروح 4 ساعات الاسبوع اسبوع. ايوه كويس. فيبقى البارت تايم ملوش علاقه بالكوارتر بيعمل ايه، ملوش علاقه. البارت تايم عيبه الوحيد بالنسبه ليك ان هيخلي فلوسك قليله، هيخلي الفلوس اللي انت هتطالب بيها من الاس اس اي فلوس قليله. لكن انت لما يكون مثلا بتشتغل فول تايم يعني معناها بتعمل فلوس كتير، عايز تيجي في الاخر مثلا يعملوا لك هيدوا لك مثلا 40% من مرتبك. لو مرتبك 1000 دولار هيعملوا لك 400 دولار، لو انت مرتبك 2000 هيعملوا لك 800 دولار. تمام. فانت لما يبقى لما تبقى عندك بارت تايم وبتشتغل ب 800 دولار واربع تقويل هيغلوا لك 40% من الدول، هيطلع لك 5 دولار. تمام. فدي كل الفكره، مش قد ان هو بتحس بقد ايه وبتحسبش قد ايه، هو انت لما تيجي تطلع والكوارتر اللي انت هتعملها هيعملوا لك فلوس قد ايه. تمام. طيب فدي انت قلت انك انت ما كملتش ال 40 كوارتر، عند عامل 36 حسب ما سمعت من كلامك دلوقتي اللي فات. اوكي هتعمل 36 وهتقضي السنه تعمل 40، بقيت اوفر 65، تقدر تقول انا عايز اقدم على الاس اس اي. مش ما تقولش ان انا عايز اطلع ريتاير بس، انا عايز اعمل اس اس اي. يقول لك طب تعالى يا عم انت عايز تعمل اس اس اي، انت اشتغلت قد ايه؟ 40 كوارتر. طب ال 40 كوارتر دول هيدي لك 400 دولار في الشهر او 300 دولار، وانت لو عايش في كاليفورنيا بتاخد 954، يبقى الشغل بتاعك هيدفع لك ال 400 دولار والاس اس اي الجانب الثاني هيدفع لك بقيه الفلوس. فهمتك. فهمتني؟ يبقى في الحاله دي فكره انك انت بتشتغل بارت تايم ولا فول تايم، العبره بانت البرسنتج اللي هيتاخد في الاخر قد ايه. طب انا عايز اعرف دلوقتي كل واحد فينا عايز يعرف هو عمل كام كريدت، بيكلم السوشيال سيكيورتي؟ بيبعتوا، المفروض هو لو بيشتغل بيبعتوا له ريبورت كل سنه. لو بيشتغل لو بيدفع سوشيال سيكيورتي جوابات عندي قد كده بتاعت السوشيال سيكيورتي، بيبعتوا له قولوا له ان انت اشتغلت كذا ودفعت كذا لغايه دلوقتي، تبص تلاقي نفسك دافع الاف مؤلفه. أيوة. على مدى السنين اللي بتشتغليها. فلو بتبص لو لما تدفع الالاف المؤلفه دي وطلعت ما خدتيش حاجه تزعلي جدا. تمام. طيب يبقى انا ايه ابقى واعي اطلع ساعه لما اكون هاخد حاجه خلاص. شكرا يا فندم. طب السؤال يا فندم، سؤال حضرتك لو انا ايوه اتفضل يا فندم اتفضل. السؤال حضرتك لو انا دلوقتي مش قادر اشتغل كوارتر. كمل يا فندم ال 40 كوارتر. كملت ال 40 كوارتر وهاخد المعاش بتاعي اللي هو الصغير ده وعايز اخد اس اس اي. هل لو انا قعدت من الشغل في مشكله؟ مش عايز يكمل ال 40. لا انت دلوقتي لما تبقى 65 وعندك الجنسيه من حقك تاخد من حقك تاخد ال 954 دولار. هتاخد ال 954. انا ما بعتلوش ريبورت ولا ايه حضرتك يا فندم؟ 66. يعني بقيت اوفر 65. أيوة. فوق ال 65. خلاص انا 66. ما انا بقول لك اهو انت دلوقتي. أيوة. لما تبقى ميزه انك انت تاخد 40 كوارتر ميزتها ايه؟ ايه الميزه منها؟ انت في الاخر هتاخد نفس الرقم هو مش ميزه ليك ميزه ليهم هم. الميزه اللي انت هتاخدها لو كملت ال 40 كوارتر، ال 40 كوارتر دول يبقوا من شغلك. من جهدك. دول ما يحاسبوكش عليها باي حال من الاحوال، تسافر تروح تيجي تعمل اللي انت تعمله، ما يقدروش يخفضوا المبلغ ده ولا يحوشوه عنك. ايوه. انما انت لو بتاخد دخلك كله من الاس اس اي، الاس اس اي بيكتفك. لو طلعت بره امريكا اكتر من شهر ما تاخدش، لو ان مش عارف جالك دخل ايه من حته تانية ما تاخدش. انما الفرق المعاش، المعاش فلوسك انت. تفضل معاك على طول وتورثها لمراتك. ليه انا مش بانصح بألح ان الشخص اللي يقدر ياخد السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن الاس اس اي ياخد؟ بالعكس ده كل ما ياخد كل ما يكون احسن له. شكرا جدا يا فندم على السؤال. عندك سؤال تاني بس عشان احنا عندنا مكالمات كتير. شكرا يا فندم. وممكن رقم استاذ سليم في الكنترول لو تحب تكمل مع الاسئله. ممكن ناخد بنت الرب. الو
مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي سؤالك ايه؟ انا سني 52 سنه ومعنيش جنسيه لسه، واشتغلت من سنتين بس وبدفع 401k. اعمل ايه عشان يبقى ليا معاش بعدين؟ معيش عايز تعرف هتعمل ايه عشان يبقى ليها معيش. افضلي اشتغلي يا حبيبتي، لازم تكون عندك على الاقل 40 كوارت عشان تطلعي تاخدي معاش. انت سنتين بس دلوقتي، معنى كده دول 8 كوارتر بقى. 8 كوارتر. فالعبره يعني الشخص اللي عايز معاش لازم يشتغل، لان هو بيدفع المعاش بتاعه. طبعا. اتفضل. او بعد الشر لو حصل اي نوع من الديسابيلتي تقدري تاخدي المبلغ. ده حاجه تانية. بعد الشر يعني معاش بقى. في الحاله دي اسمها يعني كايند اوف بنفيت او حاجه اسمها هيلب. يعني ايوه، ربنا يديك الصحه يا ماما، وتشتغلي وتكملي ان شاء الله. شكرا ليكي. وناخد ميرسي يا روحي. ناخد بنت الرب تاني. الو ايوه فندم، اتفضلي. اهلا بيكي، مساء الخير. مساء النور. احنا بنشكر حضرتك، بنشكر استاذ سليم على الخدمات اللي انتوا بتقدموها. طبعا، شكرا ليكي. شكرا. إيه، كنت عايزه اسال استاذ سليم، انا كنا اسايك وكتبناها، مبروك، اخذنا الابروفر. الف مبروك. جوزي 46 سنه وبياخد اي. معلش يا ماما الصوت قطع، ايه اللي حصل؟ لها سنه وتاخد ايه؟ جوزي بياخد الاس اي. اوكي. الو. ايوه سامعينك. جوزي بياخد الاس اس اي. ايوه. وانا السنه الجايه نعيش لو خلينا عمر حكبت 65. اوكي. اقدر اقسم على الاس اس اي وانا باخد الاي اتش اس اس؟ لا، الاي اتش اس اس اللي هي بتعمل خدمه منزليه وبتاخد عليها اجر. الشخص اللي بيشتغل إذا كانت الفلوس بتاعته اللي بيعملها أكتر من السوشيال سيكوريتي بتاعته، مش هيدوله السوشيال سيكوريتي، هيدوله ليه؟ واختبار كده. فدلوقتي هي الفكرة الوحيدة إنك أنت لما تقدمي على الاس اس اي وتاخديه وتقول لهم إن أنا بشتغل، هيقول لك طيب يا ستي اشتغلي زي ما أنت عايزة، بس كل 2 دولار بتعمليهم من شغلك هنشيل 1 دولار من الاس اس اي بتاعك. هم ما يقدروش يقربوا ناحيه شغلك. هم ما يقدروش ياثروا على شغلك. لا، ايه اللي يقدروا ياثروا عليه؟ الاس اس اي اللي بيديهولك. هيقول لك كل 2 دولار عملتيهم من شغلك احنا هنقسم ناخد 1 دولار. ففي الحاله دي لو انت طلع لك 800 دولار من الاس اس اي وبتشتغل ب 1600، يعني معناها هتاخدي زيرو اس اس اي. اشتغل بحوالي 750 800، يبقى هتاخدي هتكملي الباقي، هيخصموا منك بس 300 من الاس اس اي. يخصموا 300 يعني يدوني 300 على 300 على 300 بس 300. هيدوني 300 بس من الاس اس اي. ايوه. ليه؟ ما انت لما بتشتغلي ب 600 هو هيشيل 300. انا بشتغل ب 700. خلي بالك هيشيل اللي انا بقول عليه، مش هيدوك 300. نو no. افرضي انت بتشتغلي ب 700 في الشهر. بكل 2 دولار بتشتغلي بيهم بيشيل منك 1 دولار. 350. يبقى هيشيل منك 350 دولار من الاس اس اي بتاعك. انت هتلاقي نفسك بتاخدي 420 دولار زياده، وجوزك هيتخصم منه 150 دولار، خدي بالك. عشان هيبقى في طبعا. نعم. الافضل اقدم على الاس اس اي ولا خلي الاي اتش اس اس؟ لا، خليكي في الان هوم سبورت سيرفيس افضل لك في الوقت الحالي. يعني انت دلوقتي لما تبقي 65 ولو قدمت على الهوم سبورت، لو بقيتي 65 بقى عندك انت فرصه شخصيا ليكي انك تقدمي على الخدمه المنزليه كمان لنفسك. مين يعمل ده؟ عم سليم. لا، قصدها مين يخدمها في البيت. اجي انا. لا، يخدمك في البيت ممكن حد من اهلك او هم يجيبوا لك حد يا حبيبتي. شوف، في سؤال تاني معلش. احنا دلوقتي السكن برضو استاذ سليم اتكلم عليه في اول الحلقه. انا بشكرك جدا استاذ سليم، لو سمحت. معلش ولا يهمك، يا ريت نبقى نشوف الحلقه. استاذ سليم
اتكلمنا على السكن. شكرا. بما فيه الكفايه. اهلا بيكي حبيبتي. اتكلمنا على السكن فعلا ما فيه الكفايه. معلش بعد الحلقه ممكن تشوفيها تانية، هتكون موجوده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وفي كل حته بتكون موجوده. بشكرك جدا. بعد البرنامج مباشره؟ بعد البرنامج موجود على طول. ايوه يعني دلوقتي اللي يروح يلاقيها، يروح يلاقيها على طول طبعا. يس. على الفيسبوك واليوتيوب. احنا متقدمين يا استاذ سليم جدا. انا بروح اشوف عشان انقد الحاجات اللي ما عجبتنيش. لا مفيش نقد، كل حاجه كويسه. بنت الرب معانا تاني. اهلا بيك يا بنت الرب. الو. اي يا فندم، اموريني، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. انا ست كبيره وابني قطع قطع في الزنزانة وكان عندي بروفايدر بس. طيب هو الخط بيقطع شويه. ماما انت عندك كام سنه؟ انا عندي 70 سنه. وايه سؤالك؟ وكان ابني البروفايدر بتاعي بعد كده اتنقلت هنا في دانسك وكمانجا. ما قبضتش، في ناس ما بتقبضش. شهر نوفمبر. شوفي حضرتك، ما قبضتش ولا حاجه. اوكي شكرا. لما حضرتك لما بتاخدي الخدمه او الاستفاده بتاعه هوم سبورت سيرفيس، البروفايدر ده بيشتغل عندك. أيوه. بيشتغل، ما بيشتغلش عند الحكومة، بيشتغل أيوة. عندك. بس مين اللي بيدفع له الأجر؟ الحكومة. أيوه. فأنت من حقك إن البروفايدر ده أي وقت من الأوقات تغيريه. مش عايزة البروفايدر ده، عايزة أجيب واحد تاني. لما بتجيبي واحد تاني، الواحد تاني ده الورق بتاعه، الحاجات اللي هي البروسيسنج بتاعته بتاخد وقت طويل جدا، بتاخد شهرين أو ثلاث شهور. أيوه. كل حاجه بتاخد وقت يا جماعه في كل حاجه في الدنيا. ما انا قلت لحضرتك الوحيد اللي هو بيجيب البروفايدر ويغيره هو انتي. بتقولي انا البروفايدر بتاعتي القديمه كانت فلانه وانا مش عايزاها. ودلوقتي عايزه البروفايدر الجديده فلانه الفلانيه. ايوه. البروفايدر الجديده دي لازم هم يعملوا عليها تشيك، يعملوا باك جراوند تشيك ويعملوا لها فينجر برينت وتعمل مشاكل. مجرد ما كل حاجه تستوفى، ما هو مجرد ما. طيب شكرا حبيبتي، احنا فهمنا سؤالك يا ماما. انا بشكرك جدا جدا حبيبتي. اسمعي الاجابه من استاذ سليم، اتفضلي يا استاذ سليم. ما احنا يعني مش هنطول في الكلام يعني. دلوقتي الفكره هي البروفايدر ده هي بتغيره. لما بنجيب بروفايدر الجديد البروسيسنج بتاع البروفايدر، او لما نقلت الكاونت الجديده، تقريبا هي نقلت رانش كوكو مانجا كاونت جديده. المهم ان هي دلوقتي البروفايدر بتاعها اتغير. ايوه. البروفايدر لما بتغير البروفايدر الجديد بيبقى فيه بروسيسنج تايم، بياخد بروسيسنج، بيعملوا الباك جراوند شيك، بيعمل الفينجر برينت، بيعمل الحاجات دي كلها، بياخد وقت. ايوه. بس هما بيدفعوا له من اول يوم. يس. يعني كل الحاجات دي متحوشه لها ويجي لها الفلوس مره واحده. مرة واحدة. شكرا ليكي جدا يا فندم. ابن الرب اتفضل يا فندم. اتفضل. الو. ايوه سلام، اتفضل. سلام ونعمة. كنت عايز اسال الاستاذ سليم، دلوقتي انا ومراتي على الـ FSRI، لينا ان احنا ناخد فود ستام؟ ايوه. ايوه الاجابه. طيب. ايوه الاجابه. ايوه من غير تردد يعني. طيب يعني 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 يدفعوا لنا كام يا ترى؟ ما اعرفش. طيب شكرا. شكرا شكرا. هم ابتدوها من سنتين تقريبا صح؟ انهم يبتدوا. الناس كانوا بيدفعوا 170. عشان يدوا كام؟ نو نو نو، مفيش حاجه اسمها كده. الفود سامس اتكلمنا عليه، اصل انا مش عايز اعيد اكرر الكلام اللي هو معروف 100 مره قبل كده. افرضي انا باخد 954 دولار في الشهر فقط لا غير، اللي هو الحد الادنى اللي هو السنجل، بس هو متجوز وات ايفر مهما كان، هو بياخد 1800 هو مراته. اوكي. وساكن انا بدفع ايجار 200 دولار، عندي افوردبل رينت ولا لو انكم ولا عندي سيكشن 8 بدفع 200. ال 954 اللي باخدهم وفرت منهم قد ايه؟ كتير. 700. يس.
يبقى الفود سامس هيدوني ازاي وانا باخد 700 دولار في الشهر في جيبي. ايوه. انما الفود سامس بيتحدد لي، افرض بقى ان انا هو ان انا باخد 954 وساكن ب 800. اه كده الفود سامس على حسب الرنت بتاعك بالزبط. يعني جدول كبير كده. فاللي يسالني يقول لي هيدوني كام؟ لا يمكن هجاوبه. بس هتاخد. هتاخد اللي هو يعني لو فرضنا واحد نوت كواليفايد في الفود سامس بيدوا له 16 دولار. يعني بيدوا ما بيكسفوش حد برضه. حتى خلوها دلوقتي بدل 16 ما اعرفش بقت 24 ولا ايه. ايوه. انما هيدوني كام؟ لا يمكن هجاوبه. ايوه فاهمه حضرتك. ولو جاوبت يبقى انا غلطان جدا. طيب شكرا جدا استاذ سليم. ناخد مدام مارسيل. انا عارفه ان احنا طولنا عليك النهارده بس الاسئله كتير جدا والمكالمات. مدام مارسيل اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا ميرا؟ ازيك يا استاذ سليم؟ دايما منور كده. انا عندي سؤال. هو كان في واحد بياخد معاش من السوشيال بعد شغل مده طويله، وبعدين نزل مصر واتجوز وكان لسه ما اخدتش هي جرين كارد، يعني جت بس ما اخدتش الجرين كارد. أيوة. بعد فتره صغيره هو توفى. ايوه. الفلوس كانت بتروح له دايركت ديبوزيت على البنك. أيوة. وقت. أيوة. وهي ما عندهاش اي مصدر دخل ومش قادره تيجي من مصر عشان تعمل اي حاجه. بصي انت بنت حلال لانك انت كلمتيني على المعاش ده، على الموضوع ده قبل كده، وانا كنت عايز اكمل معاك الحديث بس ما اعرفش لسبب ما ما عرفتش اكمل معاك. وانا كاتب نوتس عنده معاش في مصر. واحد عنده جنسيه امريكيه وبياخد معاش في مصر. المعاش مش في مصر، هنا. لا هو عايش فين الشخص؟ كان عايش هنا. كان عايش. أيوة. هنا لكن ايوه لكن هو دلوقتي عايشين فين؟ هو مات في مصر. لا هو توفى فين؟ في مصر. اوكي. ومراته فين؟ في مصر برضه. بس يعني اذا فالشخص ده واحد عنده جنسية امريكية او عنده معاش من امريكا بس عايش في مصر او ومات في مصر. اوكي. الوريثة بتاعته اللي هي زوجته عايشة موجودة في مصر، ماشي. ايوه. هي من حقها انها تاخد هذا المعاش، من حقها انها تاخد المعاش ده. عايشة بقى في مصر، في الصين، في الهند، ده حقها لان هي زوجة واحد امريكاني بياخد معاش. والمعاش من الناحية القانونية بيعطى للزوجة من طرف الزوجة. سيتاخده بقى واحد متجوز واحدة ومات، هتاخد معاشه. ما هي بتقولك انت هي مش عارفة تخش امريكا ليه يا ماما؟ لا هي عشان خاطر الجرين كارد بتاعها اكسباير او فات عليه وقت طويل. هي كلمتني قبل كده وانا ما لحقتش ارد عليها بما فيه الكفاية. فدلوقتي هي ممكن تعمل ايه؟ تروح السفارة الامريكية وتطلع شهادة وفاة لزوجها الامريكاني. ايوه. تروح السفارة الامريكية وتطلع تقدم شهادة الوفاة ان هو توفى في مصر، وتطلع شهادة وفاة امريكية زي احنا هنا في امريكا لما الشخص بيموت هنا بياخد شهادة الوفاة من هنا ويروح السفارة المصرية يقول له انا عايز شهادة وفاة لان الشخص ده توفى هنا. فلما هتاخد شهادة الوفاة في السفارة الأمريكية توديها هيدوها اسمها ديس سيرتيفيكيت بيسموها. مش كده برضو؟ yes. شهادة وفاة. yes. شهادة الوفاة دي لما تاخدها تقدمها للسوشال سيكوريتي وتقول لهم ان جوزي توفى، هم هيعملوا لها يحولوا لها المعاش لها. الإشكال كله هتتواصل ازاي مع السوشال سيكوريتي؟ بالتليفون؟ ممكن بالتليفون. وهم بس هيطلبوا الدوكيمنت، وانا قلت لها ان الدوكيمنت ممكن تبعتوها لي او هي تبعتها لهم حسب ما هم عايزين. أيوة. فدلوقتي هي هتطلع شهاده الوفاه. سمعانه انت معانا؟ ايوه مع حضرتك. هتعمل تطلع شهاده الوفاه وهتروح كاتبه هي يعني او مانيا نوبه عنها، هيكتب جواب موجه للسوشيال سيكيورتي ادمنستريشن في الحته اللي هي فيها. فلان الفلاني زوجي توفى كذا 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 وكان بيتقاضى معاش كذا وتوفى بكذا ومرفق شهادة الوفاة الخاصة به برجاء تعديل الوضع، اسمها كده يعني تعديل الوضع. فهتيجي السوشيال سيكوريتي يعدلوا لها الوضع، يحولوا لها المعاش بقى يبقى باسمها. كويس. أهم حاجة في القصة هي إزاي نوصل الأوراق دي للسوشيال سيكوريتي. كويس.
فالحكاية يعني لو حتى هي لو في مصر حتى وهتتصل بيهم في مصر وهي عايشة في مصر عندها جرين كارد ما عندهاش جرين كارد هي ده عندها حق يكفل القانون. أيوه حق يعني أتمنى أنها تقدر تيجي يا ماما وتصلح وضعها من هنا. حتى لو ما جاتش أنا قلت لها ممكن الورق يتبعت بمجرد وكيل توكيل أو إن هي تخاطب السوشيال سيكوريتي من مصر لو عايزاني أديك رقم السوشيال سيكوريتي اللي هتتواصلي معاه أنا مستعد أجيبه لك. أوكي يا ريت تكلمي أستاذ سليم بعد الحلقة إن شاء الله. بس تقولي لي هي كانت ساكنة فين؟ هي كانت ساكنة في جيرسي سيتي. لا الجوابات اللي بتجيلها من السوشيال سيكوريتي مكتوب عليها عنوان المكتب بتاع السوشيال سيكوريتي لأن المكتب ده هو اللي أنا هخاطبه هو اللي هبعت له إشهادة الوفاة هقول له إن فلان على لسان الست إن فلان الفلاني زوجي فلان الفلاني توفى ومرفق طيه شهادة الوفاة الخاصة به برجاء تعديل الوضع يعني طبعا حتى تعمل الجهود بالإنجليزي هم كل اللي هيعملوه هيروحوا معدلين الوضع لازم يكون في حد هنا يكلموه أو يكون يقدروا يكلموه في مصر معرفش هيقدروا يكلموه في مصر الشخص اللي هيبقى موجود هنا هو هيديهم كل الطلبات اللي هم عايزينها أيوه. لو قالوا له عايزين ورق منها هي حاجات بيانات حاجة زي كده أنا كنت كاتب النوتس بتاعتك هنا وكنت هقول أنت لو أنت ما اتصليش طلطيش كنت هقولك عليها شكرا جدا كتر خيرك مرسيل إن شاء الله شكرا حبيبتي شكرا يعني أسئلة كلها جديدة يا أستاذ سليم ومفيدة جدا وإحنا طولنا عليك وتعبناك النهاردة الله يخليك ربنا يخليك أنا يعني تعبك راحة زي ما بيقولوا المثل يعني مرسي بقى طيب هو احنا معانا مكالمات تانية بس انا بفكر ان احنا يعني انا طولت عليك هل تحب ناخد مكالمة او اتنين نكمل بيهم أو اتنين. نريح ضميرنا يعني طيب يا ريت الاستاذ المخرج بس يعتذروا لباقي الناس وممكن ناخد هدى تفضلي يا هدى هاي مساء الخير مساء النور انا هدى وانا عندي 65 سنة ولسه بشتغل ولما جيت كملت 65 سنة بعتولي ان انا اخد الميديكير فانا خدت الميديكير ادوني بارت A وبارت B وبعدين لما انا قلت لهم ان انا لسه بشتغل فادوني جست بارت A فدلوقتي سؤالي انا دلوقتي عندي بيت تحت اسمي هل بعد كده يعني لو اطلع معاش او كده يجوا ياخدوا مني البيت عشان عندي الميديكير او يحاسبوني لا على الميديكير؟ لا الحاجة الوحيدة اللي هي ياخدوا منك البيت لو انت بتاخدي الميديكيد اللي حرفه اخره حرف دي او الميديكير لو انت عايشة في كاليفورنيا انما الميديكير ده حقك الميديكير لا الميديكير ده حقك طبعا هما دلوقتي كمان بيدفعوك فلوس في مقابل الميديكير اللي بتاخديه ولا لا عشان عندي بارت ايه بس انا عندي انشورس من الشغل بتاعي اللي لسه بشتغل اوكي يعني انت مين اللي بيكفر الحاله بتاعتك الشغل التامين بتاعك بتاع شغلك طيب انت هو دلوقتي القانون بيقول كل واحد وصل سنه 65 سنه من حقه يقدم على ميديكير اوكي الميديكير انا عندي بارت A ما هو في بارت A وبارت B بس بارت A يعني بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا ده بيغطي الهوسبيتال بيغطي المستشفيات واخد بالك ازاي بس بيدفعوا الشخص حوالي 148 دولار في الشهر انت دلوقتي ما بيدفعوكيش لانك انت على تامين خاص مش كده تبع شغل اوكي بس ده كده ما ياثرش على البيت بتاعه ولا حاجه لا ملوش لان دي فلوسك طب أوكي. شكرا جدا يا فندم طب لو كانت شكرا. قبل الميديكير ده بتاخد ميديكال هل هيرجعوا لا ما هي انا سالتها ايوه الميديكال في كاليفورنيا اسمه ميديكال ايوه في الولايات يعني في نيويورك ايوه يا حبيبتي في الولايات الثانيه اسمه ميديكيد يس اي دي في الاخر يعني شكرا حبيبتي ميديكيد. شكرا جدا فالميديكال والميديكيد بيطلعوا من الولايه زي اللي وريتوني دلوقتي بيطلعوا من الولايه الولايه بتعتبر ان الميديكال او الميديكيد دين على الشخص طب لو بعد كده حول لميديكير الميديكير الشخص ما بيدفعش اي حاجه طب الميديكال القديم بقى الحساب القديم بتاع ما هو يبقى عنده ميديكال وميديكير
أيوة الميديكيد القديم يتحسب عليه؟ يتحسب عليه طبعا لو هو عنده ميديكيد. ايوه بس هي مش في حالتك عشان بس ما تقلقش انت في حالتك. لا مش في حالتها. لا انا بتكلم الناس اللي عندهم ميديكال وميديكيد حاجه تانية. بس انت حالتك كويسه يعني احنا دلوقتي الناس اللي هم دلوقتي مثلا على الاس اس اي وبقى سنه 70 سنه بياخد ميديكال وجنب منه ميديكير. ايوه الميديكال بتاع الولايه والميديكير بتاع اللي هو بتاع الفيدرال. الميديكير ما بياخدش مني اي حاجه من فلوسي او من الاسد. أيوة. بتاعتي. أيوة. مين اللي دايني؟ الميديكال. فهم دلوقتي حتى الميديكير بيعملوا يعني حاجه لا قيمه دلوقتي، بيحاولوا يخلوا الناس الناس اللي هم بتاع عندهم ميديكال وميديكير، الميديكال يقول لك روح للميديكير والميديكير يقول لك روح للميديكال. فالحل بقى ده بالناس بتعمل ازاي؟ بيروح يقدم على الاثنين، ياخد الميديكال والميديكير. الميديكير اختياري على فكرة، ممكن الشخص ما يشتركش فيه بس الناس بتحبه قوي. وما اعرفش ليه. مش فاهم يعني، ما نش فاهم ليه. طيب استاذ سليم احنا تعبناك جدا جدا، والنهاردة كانت يعني اكننا اول مرة نقعد معاك ونعمل حلقة. سبحان الله. ليه بس؟ ليه معلومات بس؟ جديدة بتخبيها علينا ما اعرفش. لا مش مخبية، ده هي المعلومات هي اصلا موجودة بس ما جاتش الفرصة انها تتقال. انا بشكرك وسعيدة دايما ان احنا بنتعلم من سعادتك يا فندم، وكل سنة مشاهدين بيشكروك جدا. تعيش. انا بشكرك جدا. تعيش يا ميرا، انا سعيد جدا بهم، واي حد انا يعني سعيدته انا نفسي بكون فخور يعني. طيب واحنا كمان فخورين بيك، واشكر كل سنه مشاهدين على المشاهده. والنهارده شكرا جدا عشان اتكلمتونا وما كسفتوش، كنت لازم تقول لهم انت يا استاذ سليم علشان يتكلموا. لا ما ايوه كده، ما دي صحيح. انا يعني ابص اروح البيت مكالمات بقى ملهاش من اول من اخر، بينما البرنامج الحاجه الظريفه بتاعته ما عايزين يتعلموا يعني. شوف الست اللي بتتكلم دي، انا كاتب هنا ايه عشان ضميري يبقى مستريح. كاتب ايه؟ معاش في مصر. في مصر. وكنت هوجه لها الكلام لاني ما عرفتش اكمل. سبحان الله. هي اتصلت بنفسها. ايوه صحيح. شكرا جدا. وانا قلت ان يعني ان ما حصلش نصيب هكلمها انا. ايوه شكرا جدا استاذ سليم، ميرسي على الحلقه الرائعه، ونشوفك ان شاء الله يوم الجمعه، اول جمعه في شهر 7 باذن الله. يحيينا ربنا. امين يا رب. شكرا اعزائي المشاهدين، النهارده استفدنا كتير جدا مع استاذ سليم ابراهيم، وانتظرونا كل اول جمعه في كل شهر عشان استاذ سليم هيكون معانا، وكل جمعه وكل سبت اسال مع ميرا قناه سيسات. ربنا حافظ عليكم، صلوا البرنامج ونصلي كلنا لبعض ونسامح بعض ونحب بعض، واروح واشوفكم على خير الحلقه الجايه. باي باي.